واسمعني وحل معايا ودنيك خليك معايا حتى لاخر الفيديو غادي يعجبك هادشي اللي غادي نقول لك. الناس اللي تعرفوني غادي نغيروا شي شويه الموضوع، ما غنهضروش على الكريبتو، مي غنهضروا غنبقاو في نفس المجال ديال التداول وديال الاستثمار، ولكن غنعطيكم واحد القواعد اولا واحد الاساسيات الا التزمتوا بهم تقدروا تتعاملوا اولا تخدموا احسن من شي واحد ديجا عنده تجربه اولا ديجا محترف في هاد الدومين هادو. الاساسيات اللي حنا حتى حنا الناس اللي ديجا عندنا تجربه في هادشي شي مرات كنساوهم وتنخرجوا عليهم وتحترموهمش وما اللي تيكون السبب ديالنا فين كنضيعوا الفلوس. دونك كنحاول نبارطاجي معاك هاد الافكار ديالي اللي تعلمتهم بالتجربه ديالي واللي كنسمعهم واللي تشاركوهم معايا ناس صحابي في نفس الدومين. ومن بعد نبغيكم تخليوا لي الراي ديالكم نتوما في لي كومونتير، تحاوروا معايا نعرفكم واش كنتو عارفينهم، واش نتوما كنتو كتحترموهم وكتطبقوهم. اليوم غادي يكون بحال درس تيوريك اكثر من اللي غادي يكون تطبيقي، ما غنشوفوا ولا شهر ثلاثه شي حاجه، لان شحال من واحد تيبغي يولي متداول وكيزرب وكيدخل للسوق بواحد الطريقه اللي مندفعه كيدخلها بالزربه وما عارفش الاساسيات، ما عارفش البيزكس ديال التريدين اولا ديال الانفستين، بزاف الحوايج ما تيعرفهمش، وكاين اللي كيدخل كيتفاجئ كيتصدم كيلقى راسو تيخسر فلوس وما كيتعلم حتى شي حاجه بسبب الاغلاط اللي كان ممكن يتفاداهم كون قرا شي شويه على هذا الميدان هذا. سي بوغ سا انا هنايا اليوم وغنعطيكم هذه المعلومات هذو كاملين وغنستافدوا بهم. بالنسبه للناس اللي كيسولوني على دروس مجانيه، امير درنا دروس مجانيه في هادشي ديال التداول، راه ديجا كنديروهم الدراري، راه كلشي والله العظيم شحال من حاجه كنعطيوها فابور. ضيو غنستخدم مع ديك لاباج اللي سميتها ايرن تو تريد بالعربيه، راه كنقدم معاهم محتوى لي مجاني. غادي نخلي لكم لاباج يوتيوب ولاباج انستغرام ديالهم، دخلوا تفرجوا في دوك الفيديوهات، راه ما غتخلصوا حتى شي حاجه، ما غديروا حتى شي حاجه. دابا ندوزو الموضوع ديالنا وما نطولوش، مي من بعد هذا الفاصل الاشهاري. كيف ديما برعايه هذا البروكر ديالنا تي او ماركت اللي كنثقوا فيه. دونك اي واحد كان محتاج بروكر لثقه وفيه بزاف ديال الاسواق الماليه وباغي يبدا يستثمر، غادي نخلي لكم الرابط لتحت، دخلوا شوفوا ولا كان عندكم اي كيسيون راه سوبر موجود باش يجاوبكم. الوغ اول حاجه واللي كيطيحوا فيها بزاف ديال الناس واللي انا شخصيا طحت فيها، خاصك تانفيستي الفلوس اللي ما غاديش تحتاجهم، اللي ما واقفش عليهم. ماشي اول مره تنقول لكم الهضره هذه، يعني دائما حطوا الفلوس اللي غادي تكون مثلا ما غتحتاجهاش، غادي تصور راسك واش مثلا نفرضوا نقولوا نعطيو غير مثال، نفرضوا كيف ما غنقولوا 1000 دولار ولا 100 دولار ولا اي كابيتال، غادي نقولوا واش هاد 1000 دولار هادي غادي نوقف عليها من هنا شهرين، من هنا عام، من هنا عامين، من هنا 3 سنين. الا كنتي غادي تقول لي اه اخويا هادشي ماشي ديالك بوغ لانستون، حاليا هادشي ماشي ديالك، شوف شي بيزنس اخر اللي ما غيكلفكش كابيتال كبير. الا كنتي غتقول لي لا هنا غنقول لك اوكي ما كاينش مشكل. ثاني حاجه، واش دوك الفلوس الا مشيت حتى خسرتهم واش غادي تصرو عليا؟ واش غادي تصرو على عائلتي؟ كل واحد لاسوسياسيون فاميليال ديالو، يعني واش غادي تصرو عليا؟ واش غادي يخليوني نعيش مزير اولا هذا؟ اولا غير مخبعهم وما احتاجهمش، اولا مخبع بزاف ومازال نقدر نسكريفي واحد 10% من داك راس المال ديالي. الا كان الجواب ديالك اه ممكن مثلا نحطهم ولا خسرتهم ما غيبقاش فيا الحال ما غيأثرش عليا، ديك الساعات ممكن تانفيستي، لان في اي بيزنس كيف ما كان كاين داك لو ريسك اننا نقدو نضيعو الفلوس كامله. راه ماشي غير في التريدينغ او في التداول، راه في انسان كيف مثلا كيدير بيع وشراء يقدر يمشي شي سلعه ويكون دار عليها ايتود وبالنسبه له ديك السلعه راه غادي تمشالو وما تمشالوش. واحد يقدر يحل ريستورون ولا قهوه ما تمشالوش، يقدر يكون مثلا عوال شرا ابارتمون يكريها في الصيف وما تكرالوش، لي تو ريسك كانوا قلال جا الكوفيد اكسيتيرا. هادشي ممكن يطرا في اي بيزنس وتصدق ضايع، سورتو كو في التداول سي ان بو بيغ، لان صعيب لانك ملي كتانفي مثلا ملي كتحط الفلوس ممكن تمشيك ما بقاش شي حاجه. هادي القاعده الاولى اللي خاصك تصور راسك. ثاني حاجه وتا هي مهمه، هادشي كامل اللي تنقول لكم مهمين، انفيستي في شي حاجه اللي كتعرف ليها واللي كتفهم فيها. يعني قبل ما نفسر لك، ما يمكنش تانفيستي في شي بلان اولا في شي همزه اولا في شي هوته كيف ما بغيتو تسميوها وانت ما عندك بها حتى شي درايه، يعني اولا ما عندك فيها حتى شي اكومبانيومون، ما كاينش شي واحد اللي متبعك ولا غادي يوريك، انت كتمشي غير سمعتي فلان فرتلان دار فلوس بهذيك، حتى انا غادي نمشي بحالك بحال القبر بحال اللي غادي تقمر ما عارفش شنو كدير، كتعتمد غير على الحظ فهمتيني. لا خاصك تكون فاهم ديك الحاجه. سي بوسا تنقول لكم مرارا وتكرارا، لانفيستيسمون الاستثمار الاول تي خاصو يكون فيك. سير اخويا سير دي فورماسيون، سير اخويا تعلم، سير اخويا بحث، لا فورماسيون كاينه اصلا غراتويت في النت، خاصك غير تبحث فهمتيني. انفيستي في راسك، منين تقرا وتوعى وتعلم ما غطيحش بزاف المشاكل من بعد. اوكي
نفرضوا راسك، نفرضوا بانك توعيتي وقريتي وكذا، ديك الساعه تحاول تانفيستي في شي حاجه اللي تتفهم فيها. مثلا جو سي نقول لك انا اي مثال مثلا بسيط، عندك دي كونيسونس في البيع والشراء، كتفهم في التليفونات مثلا، كتفهم في التليفونات، ممكن تبدا تبيع وتشري في ذاك المجال، لانك تعرف تسوق لواحد، تعرف تفسر له، تعرف تبيع له بزاف د الحوايج. عندك مثلا سكيلز في الديزاين، في فوتوشوب، في ادوب بريمير ايتترا، بيع في ذاك المجال، بيع السيرفيس ديالك. ما تمشيش شي حاجه اللي انت ما عارفهاش. غتحل مثلا دابا غادي تقول لي انا مثلا غندخل مثلا في العقار، غنبدا كنبيع ونشري في الاراضي، سيتي انت ما كتفهمش داك الشيء، ما غتفهمش بان مثلا الثمن كيتباع بالمتر كاري، مثلا ما غتعرفش مثلا شنو هي ارض محفظه ولا محفظاش، ارض تيتري ولا ماشي تيتري، ارض ديال الشيوع ولا ما عرفتش كيسميوها، ارض ديال الحبوس، فهمتيني؟ شحال الحوايج ما غتكونش عارفهم، واللي غتصطم بامر واقع ملي غتدخل وغتلقى ذوك الامور اللي انت ما فاهمهمش، فهمتيني؟ تلقى راسك تصيدتي. راه تيقول لك دائما الله يجيب الغفله ما بين البيع والشراء، والبيع دائما تيقلب عليك الغفله باش يبيع لك ويزيدك في الثمن. دونك حضي راسك انفيستي في شي حاجه اللي كتثق فيها. لان نبقاو في المثال ديال التريدينغ او ديال التداول. ملي كتانفيستي مثلا في شي شركه، مثلا في ستوك ماركت، في لي زاكسيون، ستوك ماركت هي لي زاكسيون بلونجلي، في الاسهم الشركات، ملي كتانفيستي في شي شركه اللي كتثق فيها، اللي انت درتي فيها واحد البحث كتثق فيها، حتى وقع واحد لابانيك او واحد الهبطه ولا شي حاجه ما غاديش تخاف، لانك انت درتي دراسات على ديك الشركه، عارفها كو عادي تيكونوا تيكون حتى في العلاقات الشخصيه تيكونوا دي ابس اند داونز، فهمتيني؟ عادي يكون طالع وعاود يهبط باش يصحح وعاود يطلع يزيد يطلع للفوق، فهمتيني؟ خاصك تثق في شي حاجه اللي بالنسبه لك عندها واحد لو فيتور. داك لو سيرفيس اللي كتقدم ما عمرو غادي يموت، بالعكس غادي يزيد يكون مطلوب في المارشي من بعد. ديك الساعه حتى ملي كيوقع شي مشكل كتكون طايح، تقول ماشي مشكل، انا اصلا عارف راسي شنو في فين انفيستي، وهاد الفلوس هادي ما احتاجهمش لدابا، غادي نخلي الانفيستمون ديالي مثلا دابا عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين، وعارف غادي يكون عندي ان بون روندمون او ان روا ريتيرن اون انفستمنت، فهمتيني؟ هكا تيخصك تفكر باش ما تبانيكيش وتنوض كتبيع. مثلا اون فوا تبان لك شي بانيك سيل او تبان لك شي ريتويسمنت او شي تصحيح او شي حاجه، فهمتيني؟ هادشي اللي ما خاصوش يكون. حاجه اخرى، ملي تبغي واخا تكون شي حاجه ما فاهمهاش، تبغي تانفيستي فيها كومي، تبغي تغامر فيها، تكتشف شي حاجه اخرى، تريسكي، لان الدومين الحياه كامله ريسك. دير شويه ديال الابحاث، دير ريسيرش. ملي غتبغي مثلا تانفيستي في شي شركه، حسب راسك ماشي غادي مثلا غادي تقمر ولا غادي تحط فلوس وطلعت هبطات هي هذيك، صدقات لك هي هذيك، ما صدقات لكش انت مشاوك الفلوس، لا، دير راسك بحال اللي راك غادي تولي مومبغ في ديك الشركه، غادي يولي عندك حق في ديك الشركه، فهمتيني؟ ان فغي بروجي، قلب عليه، شوف شحال المبيعات داروا، شوف لي كونكورون ديالهم. ما عارف، ما عنديش الافكار دابا حاليا نقدر نقول لك، ولكن دير الابحاث ديالك، شوف مثلا لي رابورت تريمستريال وسيمستريال وانويال ديالهم كيفاش تيخرجوا، شوف مثلا شو يسميوها لا ار دي ريسيرش اند ديفلوبمنت، شي حاجه بحال هكا جو بونس، شوف هادشي، عرف شنو كيديروا، فهمتيني؟ ماشي غير تبقى غير تجي وتتحط احقا سامع بان امازون مزيانه. لا صاحبي، امازون باش مزيانه شنو كدير؟ وي كدير هادشي ديال ليفريزون في نهار، دارت هادشي ديال الكلاود حتى هو، كدير دي مثلا دي ماغازان اللي كيسون اوتونوم فيهم غير روبو، ما يحتاجوش حتى شي واحد، هادشي اللي خاصكم تعرفوا، تقلبوا على ديك الشركه شنو باغي دير من هنا للعام، فهمتيني؟ هادشي اللي خاصكم ديروا. دونك ديما الريسيرش مهمه بزاف، اي حاجه باغي تدخل. هادي ثالث حاجه اللي غادي نهضروا عليها، اللي هما كتسولوني بزاف شنو هما الاسواق اللي خاصني انفيستي فيهم. ما يمكنليش نقول لكم ها هما الاسواق اللي خاصكم دير لكم، لان كل واحد وشنو تيبغي، كل واحد والهدف ديالو، كل واحد وكاين اللي كينفيستي في المدى الطويل، كاين اللي كينفيستي مثلا في المدى القريب، كاين اللي باغي الفلوس من هنا شهر، كاين اللي باغي الفلوس مثلا من هنا لا روتري ديالو كيوجد مثلا التقاعد ديالو، كل واحد وشنو. ولكن نقدر غير نفسر لكم نقول لكم الاسواق شنو فيهم وشنو ممكن كيفاش ممكن تستفد منهم. السوق اللي كيسيغ وما فيهش لو ريسك بزاف اللي هو السوق ديال الاسهم، وتنقولها وتنعاودها دائما، ولكن تيخصكم تشوفوه مثلا السوق اللي غادي يجيب لكم دي بينيفيس او الارباح على لو لون تيرم، لان السهم مدير اصلا باش يكبر ماشي باش يطيح او لا باش هذا. تيكونوا بيان سور لي ريسك ديال مثلا اون انتربريز دير فايت، وين كيف ما قلت لكم كنرجعوا لو دوزيام بوين، هو كدير لا ريشيرش ديالك، كتشوف ان ديك البيئه اللي فيها ديك الشركه مزيانه، ما عندهاش مثلا دي كريدي، ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش، فهمتيني؟ ما كتحرقش الفلوس مثلا، كل عام كتربح ماشي خساره الفلوس. مثلا نعطيك مثال، اوبر
بي ان بي، هادو شركات يحرقوا الفلوس، ما تيربحوش الفلوس من 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 لي زانفيس من من لي سيرفيس اللي كيديروا، بالعكس يحرقوا الفلوس ملي كيربحوهم غير من لي بيزنس انجل ومن دوك الناس المستثمرين بحالنا اللي كيمشيو كي 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 كيسريو الاسهم ديالهم. فهمتيني؟ انت خاصك تعرف هذا الشيء. فهمتي؟ دونك سوق الاسهم هو سوق اللي مديور باش يبقى غادي طالع للفوق. كاين حاجه اخرى اللي فيها موان دو ريسك اللي هو السوق ديال الاندكس ديال المؤشرات. المؤشرات او ما هما سيدي كيتجمعوا مثلا فيهم مثلا غناخذوا المؤشر ديال المانيا كيتسمى داكس 30 ولا جير 30 على حسب البروكر اللي كتستعملوا. كتكون مثلا مجموعه فيه 30 اقوى شركه كاينه في المانيا، مرسيدس، بي ام دبليو، يعني حتى الا كانت واحد الشركه مثلا هذا العام ما دارت شي ربح مزيان وهبطت السهم ديالها، فداك المؤشر ما كتكونش عندك هاد الاشكاليه هذه، لان كتشوف القوه ديال دوك الاسهم كاملين كيطلعوا داك المؤشر. ولا رجعتي شفتي مخطط ديال اي مؤشر كيف ما كان، مثلا اس بي 500، دي جي 30، كاك 40، داكس يو كي 100، هادو كاملين كتلقاهم عندهم واحد المبيان صعودي، يعني لا انفيستي فيه استثمرتي فيه ديسي واحد 10 20 15 او هذا عمرك تخاف من الخساره، بالعكس ديما غتكون في الربح، غير هو اللي خاصك تشوف لون تيرم. كاين بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا المضاربه او اللي كيتسمى بالتريدينغ او السكالبينغ، هذوك تيبغيو الربح السريع، تيبغي مثلا كل سيمانه يخرج الربح، تيبغي كل شهر يخرج الربح، خاصهم يقاود اسواق اللي يكونوا فولاتيل، مثلا بحال السوق ديال الكريبتو موني اللي كنداولوا فيه، هذاك سي واحد المارشي اللي فولاتيل ممكن تخرج منه ارباح يوميه او شهريه او اسبوعيه فيت في. فهمتيني؟ هادو هما الاسواق المهم اللي كنصحكم بهم سولو البروفيل ديال الانفستور او التريدر اللي باغي تكون نتايا. رابع واخر حاجه اللي ممكن نقول لكم هي ما تتبعش اي واحد جا قال لك شي فكره تمشي تتبعو هكا بلا ما تفكر بلا ما تحلل. ما خاصكش تكون بحال داك القاطع ديال الحواله كتدخل بيناتهم وكتبقى تمشي تتبع اللي داير كلشي. لا، فكر ديما بعقلك، فكر ديما بالارقام، حلل المعلومه. راه ولات عندنا متوفره لواحد الدرجه اللي ما كانتش شحال هذه، يعني كنلقاو المعلومه بسهوله، ماشي بحال شحال هذه اللي كانوا خاص تقلب الكتبات خاصك تسمع الاخبار سيتي. لا، دابا كلشي عندك ولا كاين في الانترنت، ولا كلشي واضح وبشفافيه. ولات الشركات كل عام او كل 3 شهور او كل 6 شهور كتحط لك الريبورت ديالها، البيلون ديالها، كتقول لك اشحال ربحت، اشحال خرج، اشحال هذه. فهمتيني؟ يعني كلشي عندك باش ممكن تكون مستثمر ناجح. غير انت خاصك تتبع البيزكس ديال تريدين وما خاصكش تخرج منهم. الا احترمتيهم كون اكيد بانك راه غادي تنجح في هادشي، وراه ممكن دير اول دولارات ديالك في هذا الميدان هذا. وبيان سور ممكن تستعن بشي واحد اللي مزيان، يكونوا بارفوا تكون اكومباني بدي بروفيسيونيل بحال اللي كنقول لكم مرات. مثلا في الاسهم راه كاين لو جروب اي ار، راه كيعطيكم توصيات واعرين. بالنسبه للناس اللي تكون يلاه كيتعلم هذا ممكن تتبع بحال ما يكونوا الناس ثقه، ماشي نابورتوكي. فهمتيني؟ هذه من ناحيه، ولاني ماشي غير تتبع شخص اللي ما عندوش علاقه بهذا الميدان وغير تيقول لك دير هذه وكتمشي ديرها بيتمون. في الاخر غتقول واه خصك تقول انت سبب، شنو غادي تصور منه؟ ما غتصور منه والو. دونك هادو هما الاساسيات اللي نطيت الصراحه، وكان بقيت كنفكر فيهم حتى قلت شنو اللي كنتبع شخصيا دابا، وقلت هادو هما اللي خاصكم تتبعوهم. نتمنى تكون هاد القواعد ولا هاد الاساسيات اللي عطيتكم عجبوكم، ونتمنى زعما بصح من كل قلبي تابليكيو هاد القواعد اللي عطيتكم، ماشي تبقاو تدخلوا على شي حاجه وانتم ما فاهمينهاش وما عارفينهاش لا من راسها لا من رجليها. لا بالعكس، تبعوا غير هادشي وان شاء الله غادي تشوفوا التحول الجذري اللي غادي يكون في الشخصيه ديالكم وفي طريقه الاستثمار ديالكم. كما تنقول لكم ديما، الا عجبتكم لا فيديو لايكيو باش تشجعوني، لنا داكشي هو اللي تيخليني نتحمس ونكمل لكم ندير لكم لي فيديو. بارطاجيو مع اصحابكم، كومونتيو الا كانت عندكم شي كيسيون ولا كان عندكم شي حاجه ما كانتش واضحه اولا ما كنتش متفقين معايا بشي حاجه، من حقكم تقولوا لي ونتذكروا فيها افيك تري غون بليزير. كيما كتشوفوا راه قربنا نوصلوا للسونكا، وهذا بالفضل ديالكم. شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم. ما تنساوش تبعوني في انستغرام ونتشوفوا في فيديو بروشين ان شاء الله.